احترام القرآن احترام أنفسنا، العمل بالقرآن سبب ارتفاعنا في الدنيا والآخرة. قراءة القرآن، مطالعة القرآن، تفسير القرآن، تجويد القرآن، تدريس القرآن، إهداء القرآن، الاحتفاء بالقرآن معناه رفعة أنفسنا. أكو في الأحاديث إن هناك حبل أحد جانبيه بيد الله والجانب الآخر بيد الناس وهو القرآن، فمن تمسك به رفعه الله ومن لم يتمسك به لم يرفعه الله. إذا احترمنا القرآن احترمنا أنفسنا. ويوم كان المسلمون يعملون بالقرآن الله رفعهم وصاروا سادة العالم. أما من يوم تركوا العمل بالقرآن كما نرى الآن في كثير من البلاد الإسلامية، الله تعالى تركهم وشأنهم. إن المسلمين يعرضون عن القرآن فيعرض الله عنهم، ثم يرجعون إلى القرآن فيرجع الله إليهم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الراجعين إلى القرآن والعاملين به.